السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعين القناة، كل حبايبي واخواتي اللي بيعملوا اشتراك واللي ما عملوش اشتراك وان شاء الله بيشاهدونا دلوقتي وهيعملوا اشتراك، احب اقول لكم انا بعزكم جدا جدا، وصلوا على النبي. ويلا نبدأ دلوقتي بالفيديو الجديد ده من اقوى معرض في مصر، معرض عبدالله اوتو في مدينة الشيخ زايد، فرعه الجديد بشكله الجديد في مدينة السادس من اكتوبر بجوار مسجد الشرطة مباشرة. رقم التليفون 011-218-410 لأي حد عايز يتواصل مع المعرض مباشرة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما القناة متنوعة وبتقدم كل يوم فيديو جديد في مجال جديد، والاهتمام الأكبر بالسيارات وكذلك الفيديوهات الخاصة بالقرآن الكريم. لسرعة الانتشار الفترة السابقة لشورتس فيديوز فور قرآن كريم من كافة الدول، لأن لقيت عليها استهداف كبير قوي خاص بالفيديوهات المتنوعة أو الفيديوهات الخاصة بالغرائب والطرائف، ومن ضمن الغرائب والطرائف طبعا وكمان الحاجة اللي احنا مهتمين بيها وبنحبها هي السيارات. السيارات دي من يعني العشق الخاص ليا شخصيا، انا حبيبكم، فياريت كل واحد بيشوف الفيديو ده ياريت رجاء شخصي يشاركه على المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وبقدم لكم دلوقتي ونخش في الموضوع. تنساش تدوس اشتراك، خش في الموضوع معانا. الاودي الجميلة، الاودي الكواترو الجديدة موديل 2024 الموجودة في معرض سيارات عبد الله في مدينة الشيخ زايد، اودي كيو 8 بسم الله ما شاء الله. ومعانا العربية المرسيدس جي ال سي 300 بشكلها الجديد موديل 2024 موجودة حصريا في معرض سيارات عبد الله. يا ريت كل الناس اللي مهتمة بأي عربية من العربيات دي وحابب يشتريها سواء بالنقد أو بالتقسيط إن شاء الله يتواصل معانا سواء بالكومنتات او على رقم التليفون 011-465-3036 او 010-93-11-447 او 011-464-3063، وكمان الرقم اللي احنا طرحناه في الاول 012-218-410. اشكركم واشكر كل المتابعين، اشكر كل المشاهدين، 11 مليون مشاهد، ان شاء الله نوصل مع بعض لمليون مشترك، ويلا بينا. خلينا دايما في تواصل وفي حب، وكمان دايما في كل جديد بنطرحه الناس تكون متفاعلة معاه، علشان ده كله بيثبت اقدامي في مجال السيارات. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.